ودحين خلينا نشوف كيف رح يأثر تقييم غيوة وبسن لأطباق زملائهم. والبداية مع غيوة من الفريق الأصفر اللي رح تتذوق طبق الفريق الخصم الأول. قالت طعمي طيبة بس بده شوية ملح، واللحمة مستوية منيح ما في بهار كتير، والخبز اللي فيه طيب. بعطي هيدا الطبق 6.5 من 10. أوكي. هلا بعد كل هاد 6.5 من 10. يلا خلاص اخلصي. كتير طيب. اللحمة بعدها دافية شوي، الملح فيه معقول كتير، واللحمة مستوية كمان منيح. أوكي. والخبز كرانشي كفاية. بعطي هيدا الطبق 7.5 من 10. جادور بسنت في التقييم. جمالك بسنت. إيه الرعب ده؟ والله بسنت ما تخجلينا الله يرضى عليكي. الرز مستوي، الكفتة مستوية بس يمكن ناقصها شوية ملح، الصوص حلو، شوية مسكر حاجة بسيطة بس it is nice. الخبز crispy. الطبق ده بديله 7 من 10، ويا رب يكون طبقنا. 7؟ إذا ما بتعطي هذا 10 من 10 بتعملك بلوك. ما في رياكشن. الرز هنا أحلى من الرز هناك. يس. الكفتة حلوة بس كانت عايزة تستوي سنة صغيرة وناقصها برضو شوية ملح. الصوص حلو جدا، العيش قاسي مش كريسبي قوي. بدي الطبق ده 8 من 10. برافو. يس يس. I love you. I love you. بعد تقييم بسنت وغوى الفريقين متعادلين. خلينا نشوف كيف رح يأثر تقييم الشيف عدنان على النتيجة. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في مطبخ مين الشيف. أهلا وسهلا. للأمانة كان أداءكم أكثر من رائع. مجملا الطبقين للأمانة لذيذة، ولكن نظرنا للتفاصيل الدقيقة جدا، فلازم يكون معانا رابح ولازم يكون معانا خسران. إحنا هنا في مطبخ مين الشيف ما عندنا خسران. قررنا إنه الفائز بالجائزة الأولى يحصل على 30,000 ريال، وصاحب المركز الثاني حيحصل كمان على مبلغ 15,000 ريال دعم. واو. كمان لقدر. برافو برافو. يس. كلنا ربحانين. يس. لا لحظة بس الفريق في فريق 30 وفي فريق 15 و15 و30. ولكن الفريق اللي اليوم عمل طبق لذيذ ومتكامل وحصل على العلامة الأكثر، احنا قول احنا الفريق صبح بسن. يستاهل يستاهل. مبروك مبروك مبروك. وكده اتصدر صبحي وبسنت الترتيب بفارق علامتين، وكانوا هم الفايزين في تحدي مين الشيف. في الوقت اللي كنت غوى بتعطي حازم التعليمات الصحيحه، ولكن حازم كان يحب انه يتصرف شويه من راسه. خلينا نقول لمسات لمسات. ألف ألف مبروك صبحي وبسنت، وهذا لك حازم وغيره. يستاهلوا صفحة ثانية صراحة. الله يعطيكم العافية. تستاهلوا. يعطيكم ألف عافية. شكرا لتلبية الدعوة. شكرا. وأنا جدا سعيد أنكم جيتوا معنا. وإحنا أسعد. ألف ألف شكر. طبعا يلا.